مفاجآت كبيرة وطلوع ونزول لأندية عملاقة في قائمة أغنى أندية العالم لكرة القدم في 2021. القائمة دي بتنشرها شركة دولويت، وهي شركة مشهورة جدا في مجال الأبحاث والتقارير، والتقرير اللي صدر السنة دي هو رقم 25. خلال الفيديو ده هنتكلم على اللي حصل في القائمة دي، ومين هو أغنى نادي في العالم وفقا للموسم الرياضي المنتهي في 2020-2021. دولويت بتحدد القائمة دي على أساس أن الأندية الأعلى دخلا والأعلى إيرادا خلال الموسم في العالم. مفاجأة القائمة السنة دي هي ان مانشستر سيتي اصبح اغنى نادي لكرة القدم في العالم. السيتي صعد من المركز السادس اللي كان بيحتله في قائمة 2020 للمركز الاول في 2021. سبب صعود السيتي هو ان ايراداته وصلت لاكثر من 644 مليون يورو بنسبة صعود 17% خلال الموسم اللي فات. السيتي اصبح رابع نادي يحتل المركز الاول في قائمة اغنى اندية العالم خلال 25 سنة اللي فاتوا. قبل كده المركز ده شهد تناوب 3 اندية بس، هما ريال مدريد 12 مرة، مانشستر يونايتد 10 مرات، وبرشلونة مرتين. ايرادات مانشستر سيتي كان 52% منها خلال الموسم اللي فات من حقوق البث التلفزيوني، والباقي كان من خلال العمليات التجارية وحقوق الرعاية. بيانات ديلويت بتقول ان فاتورة الاجور في النادي وصلت 62% من الايرادات، وهي نسبة معقولة مقارنة ببقية الاندية. تاني اغنى نادي في القائمة هو ريال مدريد اللي مركزه ما تغيرش من السنة اللي فاتت، ورغم ان ايراداته متراجع 7% الا انه حافظ على مركزه للسنة الثانية على التوالي. ايرادات ريال مدريد خلال الموسم اللي فات بلغت 641 مليون يورو. اما ثالث اغلى نادي في العالم فهو بايرن ميونخ اللي حافظ على مركزه للمرة الثانية على التوالي. ايرادات النادي البافاري وصلت ل 611 مليون يورو بتراجع 4% عن الموسم اللي قبل كده. اما النادي صاحب المركز الرابع هو برشلونة اللي تعرض لتراجع كبير جدا جدا في مركزه خلال موسم 2020-2021. برشلونة نزل من المركز الاول اللي كان بيتصدره السنة اللي فاتت للمركز الرابع. السبب الرئيسي في تراجع مركز برشلونة هو ان ايراداته تراجعت 18% ووصلت ل 582 مليون يورو. برشلونة محقق تراجع كبير جدا في ايرادات البث التلفزيوني وايرادات المباريات وايرادات الرعاية. كمان فاتورة المرتبات في برشلونة مرتفعة جدا ووصل 84% من ايرادات النادي، وهو النادي الوحيد في قائمة اغنى 10 اندية لكرة القدم في العالم اللي فاتورة الرواتب بتاعته معدية 80% من ايراداته. وده ممكن يفسر لنا ليه برشلونة عنده ازمة مالية كبيرة بيعاني منها لحد دلوقتي. اما خامس اغنى نادي في العالم فهو مانشستر يونايتد اللي حقق ايرادات 558 مليون يورو وتراجع من المركز الرابع للمركز الخامس خلال قائمه السنه دي. القائمه بعد كده بتضم انديه باريس سان جيرمان اللي جه في المركز السادس، ومن بعده ليفربول في المركز السابع، وبعدين تشيلسي في المركز الثامن، ثم يوفنتوس في المركز التاسع، وفي الاخير في المركز العاشر توتنهام هوتسبير. وفي كل الاحوال دلويت بتقول ان الانديه الكبيره تعرضت لضربه كبيره جدا خلال الموسمين اللي فاتوا بسبب فيروس كورونا، وبتقول ان رغم صناعه كره القدم كانت مرنه جدا خلال ازمه فيروس كورونا الا ان تاثيرها كان واضح جدا لدرجة ان الاندية حققت اقل عائد لحضور المباريات خلال 25 سنة، وده بعد الاجراءات اللي اتخذت بمنع حضور الجماهير او تقليل عدد الجماهير علشان يحد من التجمعات والكثافات. اخر حاجة ممكن نتكلم عنها في التقرير ان قائمة اغنى 20 نادي في العالم ضمت 10 اندية من البريمير ليج، والباقي كان متقسم 3 من ايطاليا و3 من اسبانيا و2 من المانيا و1 من فرنسا وواحد من روسيا. وجود 10 أندية من ضمن أغنى 20 نادي لكرة القدم في العالم ممكن يرجع لأن عوائد البث في إنجلترا هي الأعلى في العالم.